اقتحمت مجموعة من المدافعين عن الأخلاق العامة مع كاميرا مركز متخصص بالصحة الجنسية والإنجابية بالمستشفى الرحمي بطرابلس بحجة أنه بيدعم المثليين. وهيدا مركز لدعم المثلية الجنسية، وكان يجوا من المثليين، أنا ما بسميهم المثليين، بسميهم الشاذين، يندعموا هون. بالترهيب والتهديد وبغياب تام للقوى الأمنية دخلوا على عيادة بالمستشفى بحثا عن عدة ترويج المثلية. طلع معهم إعلان عن العادة الشهرية، فكروا عن العادة السرية، وشوية كوندومز بتقدمهم وزارة الصحة، هيدا قبل ما يلاقوا الألوان. هلأ ولكن الناس رح نأرجيهم اللي عم بيصير هون، هو اسم الجمعية في هيدي كمان الألوان متواجدة على هيدا المكتب. تحولت حملة الكراهية والهوموفوبيا لحملة ضد الصحة الجنسية والإنجابية، وعطت شرعية لأي مجموعة مع كاميرا مدعومة من حملة على شبكات التواصل الاجتماعي بالتدخل بعمل المستشفيات والعيادات وبمنع تقديم خدمات طبية لكل إنسان بحاجة إلها. نحكينا بتحكم الإنسان، أنا عفوا ما بعرفك، ما بعرف شو جنسك شو دينك، أنت هلأ إذا جيتني مريض أنا بدي حكمك، ما فيني إلك لا. صار اقتحام هيدا المركز كنتيجة طبيعية لتحريض سلطة الكراهية ضد المثليين، أما نقابة الأطباء ونقابة أصحاب المستشفيات فساكتين.